يوم 20/5/2023، يعني من قبل كم يوم، مجموعة ممرضين كان عندهم كفارة بهاي الليلة انهم يعني يباتون ويقضون الليلة بالمستشفى اللي يشتغلون بيها. طبعا اسم وموقع المستشفى بأي دولة او اي ولاية يعني تحديدا ظل مجهول وما تم الاعلان عنه بسبب اللي راح يصير بعدين واللي ما يريدوه انه يأثر على سمعة المستشفى. الممرضين هذولا كانوا يعني ممرض شاب ويا ممرضتين، وهم قاعدين دي يحاولون يقضون الليل بنص الملل والسوالف. اقترح عليهم الممرض الشاب على الممرضات الاثنين، اقترح عليهم انه ياخذ الممرضات الاثنين ويروحون لطابق مهجور بهاي المستشفى. الطابق هذا كان قبل قسم للاطفال، وتحديدا قسم الحالات الحرجه من الاطفال، ومات بيه كثير من الاطفال لدرجة انه صار يعني مكان كلش مشؤوم، واصلا غلقوه وصار مهجور وما حد بدأ انه يستخدمه، يعني نقلوا قسم الاطفال لطابق ثاني. غير موضوع انه كثير اطفال ماتوا به وصار مكان مشؤوم، الى انه كثير من الممرضات اللي كانوا يعني يقضون الخفارة الليلية مالتهم بهذا الطابق كانوا دائما يشتكون من كوابيس تجيهم وهم نايمين، او من اصوات ومن خطى غريبة وحركة وظلال لاطفال تتجول بين غرف الطابق هذا. لذلك وبسبب كثرة الشكاوي هاي وكثرة الممرضات اللي تركوا أصلاً المستشفى بسبب هذا الطابق وبسبب ليلة قضوها به، قررت إدارة المستشفى أنها تغلق هذا الطابق ويظل مهجور تماماً. فالممرض هذا اقترح على الممرضات الاثنين الوياء انه يروحون لهذا الطابق ويشوفون هل هاي الاشاعات صدق او كذب، وهو ما كان اصلا مصدقها، يعني كانوا ناويين انهم يروحون لهذا الطابق بهدف بس المتعة وكسر الملل وحتى يقضون الوقت الطويل مال الليل. بالفعل بعد منتصف الليل صعدوا كلهم لهذا الطابق وبدأوا انهم يتجولون به ويصورون مغامرتهم بالتليفونات. ما كانوا يعرفون انه هاي الرحلة راح تطاردهم بكوابيسهم، وما كانوا يعرفون انه اللي راح يشوفوه ويصوروه هو شيء ارعب بكثير من ما كانوا يتوقعون. خلينا نشوف الفيديو الكامل لمغامرتهم. You guys haunted ER. We're gonna go. I'm really good too. Oh my god, my head is huge. Stop. Chloe, you're so I can't even. Camera. Huh? I was just close to the camera. Yeah, you're right, you're right. You're... We got a chance for the haunted. Yeah. Oh god. It's like... I'm not excited about this. I didn't even get a chance to eat my sandwich. It feels like we're getting on a. I'm nervous. You nervous? Why are you nervous? Because it's haunted. Are you nervous? Figure out why the lights are on. I don't like that. Who cares why the lights are on?
do it. They look like evil eyes. You guys need to come in with me. Yeah, of course we're going with you. Thanks. Ooh, this feels weird. Was that you? Yeah. This room feels weird. The curtain moved. No, it did. Yeah, it did. It moved. No, it moved. It moved. Yes, it did. Why would it did. Move? How did you not see that? Oh, okay. Oh, my God. Ooh. مثل ما شفتوا، أول ما صعدوا للطابق لاحظوا إنه البرد كان أكثر من اللازم بهالطابق، رغم إنه الوقت هذا كان صيف، واللي يثبت هالشي هو أصلاً يعني ملابسهم كانت صيفية وخفيفة، لكن هذا الطابق كان بارد زيادة عن اللازم. بعد ما بدأوا يتجولون، أول شي لفت نظرهم وشافوه كان هاي الدمية الغريبة كلش. طبعاً توقعوا أنها ممكن تكون لأحد الأطفال اللي ماتوا بهذا الطابق، أو أحد كان جايبها هدية وهو يزور أحد الأطفال وللأسف ما لحق إنه ينطيه إياه، رغم وجودها بمكان غريب كلش ورغم شكلها الأغرب لأنه ما عاروا لها اهتمام. الأكشن الحقيقي اللي صار هو إنه الممرض هذا لما دخل لهاي الغرفة المظلمة، واحدة من الغرف المهجورة، الستارة مال السرير انفتحت وهو طالع يركض ومذعور ومرعوب ومصدوم من المنظر اللي شافه. أيضا واحدة من العصا اللي يستخدموها للأطفال اللي عندهم مشكلة سقطت من وحدها. هذا تصوير من زاوية ثانية من تليفون الممرضة الثانية، إذا انتبهتوا الممرضة الثانية أيضا كانت تصور بتليفونها، فهذا الفيديو اللي صورته من منظورها. What? The curtain moved. No, it didn't. Yeah, it did. Shut up. No, it didn't. It moved. Yes, it did. Why would a curtain move? How do you not see that? Oh, okay. Oh, my God. لليوم ما حد بالضبط يعرف شنو اللي موجود بهذا الطابق، هل هي أرواح الأطفال اللي موجودة هناك أو جن معين أو قرينهم، ما حد يدري. لكن هذا الطابق ظل لليوم مغلق بدون ما أي أحد يفتحه أو يتقرب من عنده. اليوم راح نحكي بسبع قصص كلها تصورت بالفيديو، راح تكون قصص مرعبة وبعضها ممكن أنه تسمعوه مرة ثانية بس بكوابيسكم. أنا ساري حسام وهسه 12:30. مساء الخير من جديد، فرحان كلش انه رجعتوا حتى تشوفون فيديو جديد من قناتي، وفيديو اليوم هو من النوعية اللي تحبوها. اي ادري بيكم تحبون التشكيلة هاي مال الفيديوهات او القصص المرعبة، فاليوم راح نحكي بسبع قصص، سمعنا واحدة بالمقدمة وبعد راح نسمع ست قصص بهذا الفيديو. طبعا كان مجهود انه ادورهم وهيجي فسووا هواية لايكات. القصص هاي كلها بيها عامل مشترك واحد، انه بيها دليل بالفيديو، يعني كلها تصورت او تصور جزء من عدها عن طريق الفيديو. فيلا استعدوا، الليلة كلش مرعبة، جيبوا شي تاكلوه او تشربوه، تغطوا واسترخوا وطفوا الاضوية، وخلنا نبلش بقصص اليوم. اوكي، القصة الجاية لمجموعة من الشباب اللي هم ستريمرز، يعني يسوون بثوث مباشرة يناقشون بيها بالعادة مباريات كرة السلة. هم يشجعون فريق معين ويستضيفون وياهم بالبث ناس ثانيين يشجعون غير فرق، ويبدي يصير بينهم نقاش ويعني جدل، ويحجون باللعبة شلون كانت ويحللوها إلى آخره. طبعا سووا مئات البثوث ما صار بيها أي شيء مو طبيعي إلا هذا البث اللي صار بي شيء ما حد توقعه. طبعا مثل ما قلت لكم كل الشباب هذول ستريمرز هم يعني محتواهم كله هو محتوى رياضي وتحديدا يخص كرة السلة، يعني ما لهم أي علاقة بالرعب أو الأمور المرعبة أو الغريبة.
لحد هذا البث اللي صار بيه شيء قشعرهم وخلاهم لليوم ما فاهمين شنو بالضبط اللي صار وشنو اللي شافوه. قبل ما اشوفكم الفيديو اردكم تركزون كلش زين بالشاشة هاي اللي تحت الشاب هذا اللي اسمه كريس، لانه كل الموضوع راح يصير وياه. اريد تركزون زين لان احتمال يفوتكم الشيء اللي شافوه. خلينا نشوف الفيديو. I don't know, it might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. Bro, I got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop. No, stop it. Stop Junebug, it. Chill back. Out. I don't know. Hey, I didn't see it. I didn't see anything, man. I was looking at it. Turn on the light. Stop playing, bro. I'm looking at it right now. I'm going to go look at it right now because this is what? Bro. What? What? Junebug, what happened? That was not a person, bro. This, bro, chill out. What are y'all talking about? J-Rob, stop playing. Yo. مثل ما شفتوا ظل كلش غريب مر من عنده وهو التفت يعني حس بي، وحتى اللي كانوا وياه اللي بالبث قالوا له هذا شنو اللي وراك، هذا شبح أو شنو. طبعا كريس كان وحده بالغرفة وأصلا وحده بالشقة، هو عايش وحده فما كان أكو أي أحد ثاني، وهو أصلا مبين أنه هذا مو خيال، شخص مر من يمه. كريس بعد ذلك كمل البث وياهم وقام تشيك على الشقة كلها، اعتقد أنه مثلا أحد يكون قدر أنه يدخل للشقة أو يعني حرامي مثلا أو شيء، لكنه دور بالشقة ما لقى أي شخص، وإضافة لذلك ما كان عنده أي حيوان أليف بالبيت. فالموضوع هذا كان من صدق كلش غريب ولليوم ما يعرف شنو تفسيره. طبعا ظلوا لدقائق يحجون بالموضوع وهم مصدومين وما فاهمين شنو السالفة، وتغير موضوع الرياضة وكرة السلة لموضوع هذا الشيء اللي هو الشبح اللي شافوه قدام عينهم. لليوم ما يعرفون شنو هذا الشيء، لكن الأكيد إنه ما كان بشر. اوكي، الفيديو الجاي الشخص اسمه جاي من الولايات المتحدة. هذا الشخص كان قاعد بليلة من الليالي وحده بالبيت ويا طفلة الرضيع، كان دا يرعى ابنه ودا يحاول انه ينومه. بهالوقت كانت حوالي الساعة 12 الا ثلث بالليل، وهو قاعد بغرفة المعيشة ومسترخي بدا يلاحظ شيء غريب. الشيء الغريب هذا كان جاي من دمية كان مخليها على وحدة من الرفوف بغرفة المعيشة قدامه. جاي قال انه هاي الدمية كان مشتريها من فترة، تحديدا من قبل سنة، من متجر للأغراض المستعملة والأغراض القديمة. لما راح هناك لقى هاي الدمية ولقى انه اكو كم وحدة من نوعها تم بيعهم، الا هاي الدمية الوحيدة اللي ظلت، وكان صاحب المحل مخليها بنص الدمى وبمكان مو واضح. لما سأل ليش انت ضامها عن الأنظار، يعني هل انت معتز بيها ما تريد تبيعها، قال له لا، بس هاي الدمية بيها شيء مو طبيعي. قال له شنو الشيء اللي مو طبيعي؟ قال له انه هاي الدمية يعتقد انه هي مسكونة. اي كون انه اكثر من شخص اشتراها وبعد فترة رجعها بعد ما بدأ يشكي من مشاكل جاية من هاي الدمية، فقال انه كان خايف اذا احد من الاطفال يشتريها فيبدي يحس بذنب، فكان ضامها بهذا المكان حتى لما يجي احد بالغ يشوفها بالرف العلوي وياخذها على مسؤوليته. جاي عجبته الفكرة وحس بفضول انه يشوف شنو السر ورا هاي الدمية واشتراها. طبعا الدمية مثل ما تشوفون لبسها غريب، شكلها غريب، طراز صناعتها مبين انه كلش قديم، ولبسها ما مفهوم. يعني بذاك الوقت كانوا من يصنعون دمية مثلا يسووها راعية بقر، يسووها ممرضة، يسووها شابة طفلة، يلبسوها زي معين، لكن زي هاي الدمية ما كان واضح يعود لأي عصر او لأي حقبة، كأنها من عالم ثاني. جاي اشترى الدمية وحس انه شكلها غريب وفريد وخلاها على واحدة من رفوف غرفة المعيشة مالته، وبالاول ما كان مصدق انه بيها اي مشكلة، لكن بعدين صدق وتأكد انه بالفعل اكو شيء غريب بهاي الدمية. بيوم من الايام وبعد سنة من ما هو مشتريها كان قاعد ومستريح ومسترخي بغرفة المعيشة مالته وداير على طفله اللي كان دا يحاول انه ينام. هنا بدا يسمع صوت حركة
جاي بالقرب من الصندوق اللي موضوعة به هاي الدمية. بالأول اعتقد إنه مثلاً فار ديفتر يمها أو فتشي معين أو هوا مثلاً، لكن ما كان أكو أي مصدر. لما ركز اكتشف إنه صوت الحركة هذا جاي من الدمية نفسها. طلع بسرعة تليفونه وبدأ يصورها، وهذا اللي صوره. I think I can see it on here. Hold on. Now it's done. Oh, wait, there it is. See if she moves. There it is. مثل مشهد من فيلم رعب، الدمية دارت وجهها والتفتت باتجاه الكاميرا. رغم أنه كان كلش مرعوب من الموضوع وخايف كلش، إلا أنه كان فرحان أنه أخيراً قدر يصور حركتها، كون أنه دائماً كان يشك أنها تتحرك، وكان يحكي لأصدقائه ولعائلته وما حد كان يصدقه، بس هسه صار عنده دليل بالفيديو على حركتها. طبعاً حركتها مبين كلش أنها ما متلاعب بيها، يعني ماكو شيء خلف الحائط مثلاً راح يحركها، ولا أكو أي مؤثر خارجي، وحتى حركتها صدق تقشعر وغريبة كلش. بعد ما نشر هذا الفيديو، هواي ناس قالوا انه الدمية اكيد مسكونة، واكيد اكو شي بيها، ممكن تكون استخدمت بسحر او انصنعت لسبب ما او بمكان ما، او انوضعت بمكان بيه ارواح او بيه فالطاقة مو حلوة، لذلك صارت بيها هاي الروح. بالنهاية الحكم لكم، هل هاي الدمية مسكونة او بيها فتشي خارق للطبيعة، او عندكم تفسير منطقي ثاني للي شفناه. القصة الجاية والفيديو الجاي عن مجموعة طالبات ثانوية كانوا يسمعون دائما إشاعات إنه مدرستهم مسكونة، وإنه أكو شيء كلش غريب دي يصير بالمدرسة، وخصوصا بغرفة المديرة. زين، هي أصلا شلون بدت كل هاي الإشاعات؟ بيوم من الأيام واحدة من الطالبات تسللت بمنتصف الليل للمدرسة، وكان ببالها نية إنها تروح لغرفة المديرة وتسرق أسئلة الامتحانات. بالفعل قدرت إنها تتسلل وتدخل للمدرسة، وهناك بدت تنور بمصباحها بنص الظلام لحد ما وصلت لغرفة المديرة. لما وصلت لغرفة المديرة، أول شيء سوته لأنه كانت خايفة ومتوترة، طرقت الباب لأنها ظنت إنه ممكن يكون اكو احد بالداخل، رغم انه هالشي مو منطقي، المدرسه فارغه وبنص الليل، لكنها خافت فقررت انه هيك تسوي. فبالفعل طرقت الباب لكنها ما سمعت اي شيء، فبدت انها تحاول تفتح الباب حتى تدخل للغرفه، لكن الباب كان مقفل من الخارج. بعد ثواني من ما طرقت الباب، سمعت هاي الطالبه صوت طرق باب من جديد، لكنه دا يجي من داخل غرفة المديرة. طبعا طالبة بدأت تصرخ بأعلى صوتها وتهسترت، وركضت بسرعة وطلعت من المدرسة. بعدها بدأت تحكي للطالبات عن الموضوع اللي صار وياها، لحد ما انتشر بكل مكان بالمدرسة، وصار إشاعة انه اكو شيء بهاي المدرسة مو طبيعي، واكو شيء تحديدا بغرفة المديرة مو طبيعي. اذكركم ان غرفة المديرة كانت مقفلة من الخارج، فمن راح يكون بيها ومقفلة عليها الباب بمنتصف الليل؟ بعد كم أسبوع من هاي الحادثة، مجموعة طالبات سمعوا بقصة هاي الطالبة، وصار عندهم فضول وحب المغامرة إنهم يروحون للمدرسة أيضاً بمنتصف الليل، ويدخلون ويروحون ويطرقون باب المديرة، ويشوفون شنو سالفة هذا الموضوع بالضبط. هل مدرستهم من صدق مسكونة، أو هذا الحكي مجرد إشاعات؟ بالفعل انطلقوا، كانوا طالبة اسمها دبي واثنين من صديقاتها، وصلوا للمدرسة ودخلوا كلهم، ووصلوا لغرفة المديرة. غرفة المديرة كانت يعني على بعد، يعني صايرة ساحة مدرسية، وغرفة المديرة بمكان معزول شوية بعيد عن الساحة. طبعا كانوا كلهم يقولون انه مديرتهم غريبة الأطوار، دائما صامتة ودائما ما تحكي ويا أحد،
وكانت هاي المديرة جاية جديد للمدرسة. مهم راحوا بالفعل لغرفتها وطرقوا الباب وصوروا كل اللي صار وياهم. ما كانوا يعرفون انه اللي كان راح يصير وياهم بهذا اليوم راح يخليهم يطلعون ركض من المدرسة وهم منجمدات من الخوف. هذا الفيديو اللي صوروا. Knock harder. Let him know. Let him. مثل ما شفتوا سمعوا صرخة كلش قوية من داخل غرفة المديرة. أذكركم أنه أيضا الباب كان مقفل من الخارج. طبعا طالبات والصرخة اللي سمعوها ورد فعلهم كلش قشعرني وحسيته أنه بالفعل حقيقي ومستحيل يتمثل. شنو السر اللي خلف مديرتهم أو خلف غرفتها تحديداً؟ هل معقولة هي اللي كانت تروح وتختبئ بغرفتها وحتى تخوف الطالبات مثلاً لكنها ما كانت تعرف أنهم راح يجون؟ ولنفرض إذا هي كانت بالفعل موجودة بغرفتها، فمن اللي راح يقفل عليها الباب من الخارج؟ وليش أصلاً راح تسوي هيك شيء بدل ما تعاقب الطالبات؟ شنو السر اللي ضامتها بغرفتها ودا تحاول أنها تخفيه؟ هل هو سر يخص الماورائيات وشي من صدق مرعب، أو أكفت شي هي دا تخفيه ودا تريد تطلع هاي الإشاعة حتى ما تخلي أي طالبة توصل لغرفتها؟ أنتوا شنو رأيكم؟ الفيديو الجاي والقصة الجاية من مكسيكو. عامل نظافة بوحدة من المستشفيات كان دا يقضي شغله بوحدة من الوحدات اللي بهاي المستشفى. الدكاترة قبل ما يطلعون قالوا له انه الوحدة هاي كلها فارغة، كل الغرف اللي بيها فارغة وما بيها اي مرضى. فقعد ياخذ استراحة شوية وهو بنص هدوءه قطع هدوءه صوت لمرأة بالكاد تقدر انها تحكي، مبين انها منهكة او يعني مسنة كلش. بدت تسلم عليه وتسأله عن الاتجاهات عن مخرج المستشفى. طبعا بداية انصدم كلش وانفزع لكنه بدأ يستوعب انها طلعت من واحدة من الغرف وجت حتى تسأله عن منين المخرج من هذا الطابق. ورغم انه يدري انه هذا الطابق فارغ لكنه شك انه ممكن الاطباء يكونون نسوا امر هاي المريضة وما قالوا له انه واحدة من الغرف بيها مريضة. فبالفعل قربت كلش من عنده وبدت تنظر على الأرض وتحكي وياه بصوت ناصي وتطلب من عنده المخرج من هاي الوحدة. فبالفعل بدأ يعني يقول لها منين المخرج وينطيها الاتجاهات ويعرفها بالمكان، وبعدها رجع يكمل شغله بدون ما يعير للموضوع اهتمام. آخر شي شاف عن هاي المرأة إنها كانت تمشي بهدوء وتتركه وتخرج من الوحدة. ثاني يوم بلغ الأطباء عن هاي المريضة، قالهم كانت أكو مرة كلش مسنة وكانت لابسة ملابس العمليات وطلعت من وحدة من الغرف وسألتني عن مخرج هاي الوحدة وطلعت. فهنا كلهم استغربوا وانصدموا، قالوا له يا مرة الوحدة كلها كانت فارغة. طبعا جادل وياهم قالهم انتم مهملين يمكن وناسين موضوعها وهاي، فأخذوه وراحوا على كاميرات المراقبة بهاي الليلة حتى يشوفون منو هاي المرأة، وهذا اللي شافوه بكاميرات المراقبة. كان واضح انه بالفعل دا يرشد احد للمخرج لكنه كان دا يحكي ويا نفسه، ما كان اكو اي مرأة بالقرب من عنده. القصة هاي لها تفسيرين، اما العامل هذا كان دا يتخيل بسبب ضغط العمل مثلا، او اللي شافه كان شبح لاحدى الموتى بهاي الوحدة. يوم 11/3/2023 يعني أيضا هاي القصة والفيديو جدد كلش، شابة رجعت حوالي الساعة 12:39
للفندق اللي كانت حاجزة به غرفة. طبعا الفندق هذا أيضا ما ذكر وين ولا نذكر أي تفاصيل عنه، كون الشخص اللي نشر هذا الفيديو كان شخص يعني من حساب مجهول نشره، وما ذكر أي معلومات عن هذا الموضوع غير كم شغلة اللي راح تشيلكم إياها هسه. المهم الشابة هاي أول ما صعدت ووصلت للطابق اللي به غرفتها، هذا اللي صار وياها. مثل ما شفتوا أول شيء صار إن المزهرية سقطت من وحدها بدون ما أحد يلمسها، وثاني شيء صار مثل الهواء العالي كلش اللي إجا على وجهها لدرجة إنه رعبها وخلاها تركض لغرفتها. طبعا كان واضح إن هواء أو نفس فتشي دا يتنفس بالقرب من عندها رغم إنه ما كان أكو أي شيء مقابلها. الشابة هاي أول ما دخلت لغرفتها اتصلت بسرعة بالريسبشن وحكت لهم عن الموضوع واشتكت من الموضوع اللي هي نفسها ما كانت فاهمته. بالأول ما صدقوها، بعد ما شافوا الفيديو عرفوا إنه أكو شيء بالفعل كلش غريب صار وياها. غالبا واحد من طاقم الفندق هذا هو اللي نشر الفيديو على الانترنت حتى يحصل أجوبة، لكن الموضوع لليوم ظل لغز وما له أي تفسير وما حد يعرف بالضبط شو اللي صار ويا هاي الشابة. يقال مرات انه اكو مثل بوابة زمنية تنفتح لما تفتح باب مثلا لمكان مجهول او مكان عمرك ما داخل بي، او مثلا من تنفتح باب لمصعد فيصير مثل الجليتش بالزمن يوديك لمكان ثاني بشغلات غريبة. طبعا هاي نظرية مو شرط انكم تصدقوها، لكنها انذكرت ضمن هاي القصة. بس حذروا شنو هو المرعب اكثر، هو مو اللي شفتوه بهذا الفيديو، هو شيء غالبا ما شفتوه ولا لاحظتوه، هو هذا، هو الظل الأسود الغامق هذا اللي مر من قدامها قبل ما تصير كل هاي الأحداث. وطبعا هذا الظل مبين كلش إنه مو ظلها هي، لأنه دا يمشي عكس اتجاهها وأصلا اختفى وهي بعدها موجودة بمكانها. فبالنهاية ظل هذا الفيديو واحد من ألغاز الإنترنت اللي ما لها أي تفسير. الفيديو الأخير لشخص اسمه غريد. هذا الشخص كان دي يسوي هايكينج، يعني دي يتنزه أو دي يتجول بوحدة من الغابات بظهر هذا اليوم. بعد ما تنزه بالطريق قرر أنه ينعطف ويمشي بطريق يعني فرعي. هذا الطريق كان مهجور وما يدخلوا هواية ناس، وأصلا ما يندلون المخرج من عنده هواية ناس، فما كان بي أي أحد. الطريق الفرعي هذا وداه بأعماق الغابة، تعرفون بالعادة يعني بالغابات يكون أكو ضجة، يعني هواية أصوات، صوت الحشرات، صوت الطيور، صوت الهواء، الأشجار، يعني صوت الأوراق مالتها، دائما أكو ضجة بالغابة. لكن اللي صار ويا هذا الشخص هو أغرب من الخيال لدرجة أنه خليت هذا الفيديو بالأخير. هو يتجول وبعد ساعة من المشي بهذا الطريق الفرعي لاحظ أنه صار هدوء مو طبيعي بكل الغابة اللي حوله، هدوء مستفز، يعني حتى ولا صوت عصفور دي يغرد، كل شي داير مدايرة سكت. حتى أرنب كان دي يعبر الطريق اللي قدامه، الأرنب تجمد بمكانه ويبين بالتصوير عندكم شلون متجمد بمكانه وما دا يسوي أي رد فعل. كل شي داير مدايرة بهاي الغابة تجمد. غريد هنا بدأ يتوتر كلش ويحس إنه أكو شي مو طبيعي أو أكو شي مو طبيعي راح يصير. فبنص توتره ورعبه طلع تليفونه وبدأ يصور اللي صار وياه، وهذا اللي صوره. He was right there.
مثل ما شفتوا بنص كل هذا الهدوء كان صوت مكتوم دي يجي بالقرب من عنده بالغابة، رغم انه ما بيها اي احد كان دي يقول كلمة مو واضحة، لكنه بعد ما عاد الفيديو وسمعها كان واضح انه الكلمة هاي دي تقول help me، ساعدني. من تتجمد الحيوانات بمكانها او تصمت تماما، خصوصا الارنب من يتجمد بمكانه، هاي دلالة على انه حاس بخطر كلش كبير، حاس انه اكو فد خطر اقوى من عنده واسرع من عنده، فلذلك يوقف ويتجمد من الرعب. شنو الشيء اللي كان مخوف كل الحيوانات بالغابة ومخوف هذا الارنب لهاي الدرجة؟ هل هم شافوا شيء جريد ما قدر انه يشوفه بس قدر انه يسمعه؟ طبعا هذا الفيديو كلش وترني وما لقيت لأي تفسير، يعني ممكن دائما نقول انه ممكن البشر يمثلون او يسوون فيديو مزيف، لكن الحيوانات مستحيل انها تمثل. هذا كان آخر فيديو بهاي السلسلة وهاي المجموعة، أتمنى تكون عجبتكم الفيديوهات، كانت كلها شغلات يعني خارقة للطبيعة، ما بيها فتشي مثلا يخص جريمة أو أسطورة أو فتشي، حبيت أنهم كلهم يكونون شغلات خارقة للطبيعة. إذا تحبون فيديوهات التجميعات أكثر كتبوا لي حتى كل أسبوع أسوي لكم واحد، وأكيد سووا لايك للفيديو إذا بعدكم ما مسوين، اكتبوا لي اقتراحاتكم شنو حابين أحكي بالفيديو الجاي، متحمس جدا أنه أسمعها. وأهم شيء بهاي السلسلة دائما أحب أنه تكتبوا لي شنو أكثر قصة بهذولة وترتكم، يعني يا رقم بهاي القصص تحسوها من صدق تقشعر وغريبة. وانتظروني فيديو جديد وقصة جديدة وتصبحون على ألف خير.